صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلادنا الحكومة تسمح للنصارى بقتل المسلمين في إحدى الجزر، وتمنع المسلمين من الذهاب إلى تلك الجزيرة لنصرة المسلمين، فما الحكم في ذهابهم لنصرة إخوانهم من أيدي النصارى؟ إذا كان يستطيعون الذهاب إلى نصرة إخوانهم يجب عليهم ذلك، ما إذا كانوا لا يستطيعون فهم معذورون. نعم، لكن عليهم الدعاء بالنصر والفرج من الله سبحانه وتعالى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.